كدب مركي اي سوق ابو قبو ذي بشي بركيس نيد اي رمضان وحاما انتا ايكو بيغانتا ايكو ذي بشي الشوال سنة دكون افر بغل صدن يسيدي ده هجرية ده لقا ايدي دمان حريها قحوتي قد دابي قبل كوقوي بركيا كهر انتا اي سنتو كان سلاة ده عيدة ايها برشيدة كنو الحريها قحوتي قد داب وحيكو مشغول سنين بحنت زكاة الفدرقة او اه صدقاء عيدا كعانتا هاي kadibna waxa ay isugu soo baxeen garoomada waaweyn halkaas oo ay si wada jir ah ugu tukadeen salaada ciida maran macroomka star tv la dhex qaaday barshada xirada qaxootiga dhagaxley ayaa waxa ay iga warbixiyeen dareenkooda ku aadan maalinka ciida waxaana hadalladooda ka mid ahaa sida tan dareenkii maanta lama koobi karo maanta waa maalin ciida aadna muhiim ah muslimiintana dhamaan inay isku raaceen aan aaminsanahay anigu xalay waxaan joogay markii la dhaarinayay raggii ciida ka arkay bisha raan الشوال كأرك حرد قحطيك نجح لي حلي جايز إلى هذا درين كي لمسه كبر كرا الحمد لله أدم أفرح سنة إلى أيام هذا سكله دت كان سويت حاوم باقي لها إني من دم يحصلوني أي مرت أي حد يجر كده هنا ذن دين تسلم كنا يكون دبر والله فرق وين يا أبدي حيو إذا رأيت بدن دتكم حكومة شغل سنة جرين هبل باصومن يهبل بافري لكن ما أنت الحمد لله ويا نفصل دت كده بلشدي سيستمان بيوقف دت مركز تازنا فرحات غاصة جيت هاي بلش الصومال إذا سبحانه وتعالى وحنا أبريا سيدنا ما أنت عيدا وهم يدوم إنه نوم لما أنت مو قيقي ما قاعد يقطع أنا سلام يا أبوه الرجال فرح ودني الحمد لله يا ترى فرح سناي لا دوام بدو سو بيش النصوص صومن الحمد لله يا الله ما هذا سكله ولي حري يا بنور عيدا يا ما هذا وحن سخاس هو ما إلا يا صاحب في صدق ما هذا وحن سخاس الله لما أنت في البيت خاصة عمرك كويت يا تغير يا قالي واحد تغير ما نكستوا دفع عرض كان كلام ليان من لكن هذا حلي شو تيم تيم مدري عمرك تستوي وبقى يا سفر حدنا هالوقت الحمد لله أن مركب كوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم أعمال الصالحات مركب كوات واحد جعلنا لها إن أنا وجالس الكفة هذه السنة هاي أول مرة سلام كلي الله ببرشلونة الصومالية أنا نراد برشلونة الإسلام ك خاصة برشلونة الصومالية أكون له دفع عرض een marka labaad een waxaan hambalyo ciidda ku aadan u diraya een walaalaha Soomaaliyeed oo kala ciiday waxaan rajaynayaa hadii Allah idmo een ciidan ciideed inaan ku ciidan dalkanaga maadaama aan hadda qurbaha joogno een runtii waa arin aad iyo aad mataqanaay aan mar walba een Allah ka barino een mid ka hadaan u soo laabto hadda ciidda maanta lama soo koobi karo shacabka maanta een xariiq qaxootiga gaar ahaan xirada dhagaxley runtii waxay u ciideen een si aad iyo aad u sareeyso ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley ayaa maalin walba oo noocan oo kale waxay isugu soo baxaan garoomada si ay jamaaca ugu tukadaan salaada ciida faarax xasan ibraahim faarax wadani telefishinka caalamiga star tv xeryaha qaxootiga dhadhaab